عنوان زاويتي الارتفاع والانخفاض وكما عرفناهما الآن، سنقوم بحل النشاط التالي وهو نشاط بسيط. يقف شخصان أحدهما في أعلى قمة جبل عند النقطة A والآخر أسفل الوادي عند النقطة B. نظر كل منهما إلى الآخر في اللحظة ذاتها. سنقوم برسم النقاط. إذا النقطة في أعلى قمة جبل والأخرى في أسفل الوادي، أي نقطة أعلى من نقطة، النقطة A أعلى من النقطة B. الآن نظر كل منهما إلى الآخر في اللحظة ذاتها. أرسم زاوية ارتفاع A عن B. أرسم زاوية ارتفاع A عن B. طبعا الرسم نحتاج الآن إلى مساعدة ريم. أريد رسم زاوية ارتفاع A عن B. نعم يا ريم تفضلي. ماذا سأرسم يا ريم كي أستطيع رسم زاوية الارتفاع؟ نرسم خط مستقيم من A إلى B. نعم. ومنرسم ماذا سأدعو مستقيم. هذا الخط؟ ماذا أدعو هذا الخط يا ريم؟ خط النظر. خط النظر، أحسنت يا ريم. إذن الخط بين A و B هو خط النظر، كل منهما ينظر إلى الآخر. الآن أريد رسم زاوية الارتفاع. نعم، كيف أكمل؟ نعم ريم. كمان بنرسم خط مستقيم من A، بنسميه C، من A بننزله من A لتحت ارتفاع، ومن B بنوصل ل C. كمان طب هلا أنا بدي أرسم زاوية ارتفاع، زاوية ارتفاع A عن B، تمام؟ مين الناظر؟ يعني مين هلا أنا بدي أعتبره النقطة الأساسية، B ولا A؟ زاوية ارتفاع الـ A. لا، انتبهي يا ريم. هلا A ينظر إلى الأسفل، B ينظر إلى الأعلى، صح؟ A and C. طب معناته أنا لازم أخذ الـ B، القاعدة الأساسية اللي هو الناظر، الـ B هو الناظر، A هو المنظور إليه، ارتفاع A عن B، تمام؟ إذا مثلا ريم في الأعلى، ريم تجلس في الأعلى وأنا أجلس هنا في الأسفل، أنا أنظر إلى ريم، تمام؟ أنا أنظر إلى ريم، ما هو ارتفاع ريم عني؟ تمام؟ ارتفاع ريم عني، فأنا أكون الناظر وأنت المنظور إليه، تمام يا ريم؟ واضح؟ إيه أنسي، واضح. تمام، إذن فهذه هي زاوية الارتفاع، زاوية الارتفاع. طبعا هذا هو خط الأفق، رسمت خط الأفق، هذا هو خط الأزرق BX ندعوه، BA هو خط النظر، الزاوية الحادة المحصورة بين خط الأفق وخط النظر هي زاوية الارتفاع. نعم، شكرا يا ريم. نعم أنسي. نعم يا كامل. نريد الآن رسم زاوية انخفاض، رسم زاوية انخفاض B عن A. A عن C، بنرسمه من A، من B عن A. تمام، يعني A هو الناظر و B هو B هو الأفق، منظور. منظور، تمام. طبعا خط الأفق، خطوط الأفق كما ذكرنا هي خطوط متوازية، تمام؟ تمام؟ كامل معي؟ طيب إذا زاوية، تمام، إذا زاوية الانخفاض محصورة، زاوية الانخفاض محصورة بين، نعم كامل، بين A و B، بين A والخط الأفق، بين خط الأفق AX، بين خط الأفق AX وبين خط النظر، صح؟ بين خط النظر، صح. تمام، يعني بده يكون المنظور أسفل أو تحت، خلينا نقول الناظر، عين الناظر، يعني عين الناظر بتكون بالأعلى تنظر إلى الأسفل، فنسميها زاوية انخفاض. هلا اتفقنا على قصة إنه ننظر إلى الأعلى فهي زاوية ارتفاع، عندما ننظر إلى الأسفل فهي زاوية انخفاض، تمام يا كامل؟ إيه تمام أنسى. تمام. طيب الآن صفا
شو رأيك يا صفا؟ علل تساوي الزاويتين السابقتين. علل تساوي الزاويتين السابقتين. هن عم يقولوا لك إنه الزاويتين الارتفاع والانخفاض زاويتين متساويتين. لماذا؟ صفا، نعم تفضلي. صفا معنا؟ طيب خلينا ناخذ عمر. نعم يا عمر. نعم يا عمر. الصوت غير واضح يعني؟ طب علل تساوي زاويتين السابقتين. طب تفضل يا احمد، علل تساوي الزاويتين السابقتين. أنسى هون زاوية الارتفاع وزاوية أنسى هون الخط بي سي والخط اي، هذا ال اي اكس ولا قول أنسى. تمام يعني خطوط الأفق أنسى أنسى متوازيين، وهدول زاويتين بي و اي متبادلتين داخلا. نعم أحسن. إذا بما أن خطوط الأفق متوازية، إذا الزاويتين متساويتين لأنهما متبادلتين داخلا. إذا نعود لذكر التعليل مرة أخرى، بما أن خطوط الأفق متوازية، إذا A تساوي B بالتبادل الداخلي. بما أن خطوط الأفق متوازية، إذا A يساوي B بالتبادل الداخلي.